يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو نعيمة هلك أد إغدى ونسان و جانال كيني دقاق أد حشد ما شاء الله وما لنا معصب وما قال عصب وما لنا ثلاثة الحمد لله رب العالمين شكري مرك الإلهي هي هذا نقول كل مين جانس نسي هذا نعنق كل إنه إلهي قص أيا ما إسكاله ندلوات ولا له إيجا هذا إذاكم هاد علنا جساكم الله خيرا سيدات مرور الوقت الإيسيسين أدي داوتين أدي سكتين أدي دررتين هذا إذاكم هاد علنا وكم هاد سنتين ولا له أسبوع إنه يميت حليه سودة وهذا ولا عليه هر إله جوجين حليه ولا عليه سودة ولا على حكله سووا نقطه برنامج كيميت عن قوه الامتحان هاي كنا وذا فائدة سنة إنه مرة بقى هنا إفرمشي ككل يرى صوت برنامج كمان تا يقول قرن توبك يا في متأهل إيه سكارانة وحن بارسن نوا عرمها قويسك مالك استو ثلاثة وحن قصو قطع مالين تلاتة دوا مالين مهم إذا ما عندي أكلاً أي مهمين هذا ما أنت ترى هذا سر قاسك أي مهم وقصي تبعيت هاي محاربنا قوسس ونكسن محاربنا هويو يبارئ محاربنا أبويا أبيال باريال محاربنا عرور باريئ بلشو إسبدشو وما ذكره مقطع بعنا الحمد رب العالمين شو سيدا سيان ولا يا مركب ما لنت ترى هذا وما لنت برتل ما مات قاس أولى جنك رقاق البحشدة سو نقضوا محاها ايه ونقضان ولا لها ومات اسكو دوبان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدماء والعدوان يعني ايه اسم ومات اسعلات ستا ايه ونقضان ايه ونقضان ومات محاها ايه وناقا اسلجعل تقوض الهي اسلتر دارمو وحي وناقا اسلجعل هذا هذانا ولا لا سبحان الله هذانا ولا لا سببتو اه ولا الكلية كي كل الاشي ايه وإذا ابها ايه للميرة إلهي مركو مركزنا لهذا عليها إنما المؤمنون إخوة فأسلحوا بين أخويكم يعني لو ما نها يقولك ولا شيء قبلي أباها على يا ولا الكو إلهي كلها إنما المؤمنون إخوة يعني مؤمنين تو ولا لا يهين فأسلحوا بين أخويكم يعني ونادية ولا لهنا لحدود تاسع مركو حيد لنا يسع إن أنا غنى ولا لسنة ولا لا يسونا هدي اللي رانا معناه حمانسة إن أو وناجي أسفرنا حمانتي أسكربنا إن قطه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مركز إلهي يا محوها نظر دارما إن هانكو حرق إلهي كو ذا دقن وحتى نمحوها إن أنكل تجين أنت أسمرك إذا لطوح أنا قوي أنا مركا ذات إسجعل ها نبي نقول نظر دارمي إلهي ونظر دارمي مركز إن هان أمد إسجعل هذا نسكو دوما هذا نسهيست يعني السياسة معناها استقرارسان كمود السياسة يعني أن كل تجارين معها إن شورا بينهم مركا تعس أيام مركا كل فيس إنا إراه مالنت التلاذة برت المعمد قولني أي ليه أنا وضبحنا ونسرجع لنا ونادي ونرانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم مركا يعني أنتوا جمع مركا جمع أصلا مهم هو معها مدى قيبتك العسكويين بسمه أكل لا ما كلا معرمه ما دو سبهين محو هاي الحالي رها الصومالي قبت وحلوي رها إن حالي رها إن بضيع وحساس سبهين ما ماذا هذا إيجو سعيه إن من نبضر هست إن نبضر هست مية وحساس أو سبهين كل إذا كان بس حدودين وأنا قاني وحوار هذا صفحة ويقف كتير مركا يبمله إن شاء الله تبرنامج كتير هذاي يقول سوى نقطة وإذن سوى ذاك دونا
على هذه الحال ما أنت محاضرة أو أرمى قصتك وحاول قصوى هطلي بارتي أشي أنك صو لا جذبني يعني قريبي هرو أنا هرو قصوى هطلي وحياه عين إن أنا هرت كو أنك بلعب وامح قيس كسو جذبني وحامي سو جذبني أبو بدالي قيس كذا وحامي سو جذبني أو بارتي كلا دون أنك كيني هو بدبالي خويس كذا وأنا من سنة مركزت إني هو هذا أي بدبالي كرت خويس كذا مركزت أنا من سنة وعلى فرض بدنا كومنت يدي ولا وذا جي يعني أرمها خويس ك لكن إن شاء الله ما عندك كومنت يجي أيام كسر خاطن دورا أنتي أنك جارو لأن ما عندك توب جار هانا أبو طلع قال إنن وجا حطلو أو أه إنن أرمه خويس ك سجود أو هروس يجود كلو وسعنا سمكت إنن سعنا رنا ما دام أنكم بلنا تقاق أدحش ذي منا وحتى إن أنا رغرة وسعنا هذي لا ويراهم مركا إن هاي بتبعد قوس كذا مركا اللي جسوا جد بي ما أنت عارف أنت وحيد دحلي سام مركا سيدا ترى محان وضع ما أنت مركا محان ما أنت وضع ما أنت محان وضع حيرك الله كعبس كذا وكل إيه هي هاي محان هاي ونادين كرو لبذا لما أنا جرجة وتجوع إسقطه لبذا لما أنا إلهي ألف إسكو جدري لبذا لما أنا عورت صخرة لبذا ليسو لبذا لما أنا بلشنا ونكسن سو ساريسو لبذا لما أنا ورشد إلهي وقع للسن ونسي يعني كسو ساريسو وحصو صار ابن أي هلي كريم وحصو صار أد ونكسن وحبل جدور سنين مرك لبذا لما أنا هدي ونكسن هذان وحنو ونكسن أنا يو عور تاني مرك تعس أيام ما إن شاء الله أن حوقا فرقين دونا أنا ربع إن أوجدك سي جنتي يعني اللي نوراني أو سعد أو حان ربع إن هروس عنان عروتي وحيراني كورسكي أنا كنت هادون أنا كلك قاتون قربها يو قرح جوك أنا كلك هذا لكن هذا أنا تقولي هو محو هاي إن جودهان سي جودهان دول مرويا هو يعني كذا الأبان كذا لما كذا هم بعنا سيدي هو يعني وان كرنا سيدي إن ويلا شلة ترير كذي أبنا جرنا سيدو ويلا شلة ترير كذي يعني وق أبنا هو بتبادلنا ترير كي خوينا يو بتبادل ليه هادو حاو بعنا مركل لبذا ودي سيء دت اسكو دوبن وي بتبات سد نحن هاي قويس كي قلنا قطعن مع حان قوتنا إن أش يا مرسين أرد هنو تنا هذيد إذين إيه قبصدة ولي بكو قبصدة قويس كجدالو سألنا قطين قويس بتبادو مدو جوارس أن كسو قادنا هاي بحيت نور قطعن إن شاء الله أن كسو قادنا دونا مدو جوارس وحيت هاي إن قويس كي لبذا لما هو يدي أبيه كرجة قناعي لقيه رو محوها إسكور قب بدنا وحنا وصل بودا ما رزج على هذا ما محوها جعل أو لشو ما رحمة الله تمي وحيسنتو قضى بدنا رزج على كوا على قصة غرية قرب بعد وفرب بدن وولي بأساس إلا كرجة دنا أساس كيس لسوريسين وعندنا سو أساس كيس لسنان محوها إن أن 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 كرك إسنو ودمة مرك مرة بدنا إنه محوها قوس كيس فود وكدم حلو بعيا إن أساس كي كصودنا أساس كي محن خنا ومرك أساس كي محن خنا هو يدي أبها إنه كده حيو إسكور قبيت لبق فونا إسكور قبين أما محوها إن ونتيجة إذا لين كران مرة لين كران وحكا ودا إسكور قبيت مرك ليه إن جل إيه على بعضك وقفل بولا أو يدعونا يو وفهمه إن إسكور قبيت وحكا ودا إن أنا إسوار يسون نراهم سؤالهم أبي شقو جرا أما وايدي أشقى جرت أما اللي بدو دي شقى يسلا جران سدات ساعات وغيران أما تضغط ساعات على الكلام قيني سدى يربت أكو حلو كلام قنا لكن قويس كدور ساعات وكلام قيني لما أنا هو كلام قيني مر على عرفت إذا وجوه الرئيس أركاين ما أهم إن معه هاي هوله جرجة يوم معه هاي عرورتي بدنا إك هو شو دي هو ركجلا لبدو إذا كسر هري عرفت إن أيجي إسكور قبل إن التليفون ما أنت إله النعمة من الله ينسين اللي يصدره وتدوس على أن لك المقنان اللي سيراه سدات هاي الأسبوع سدات هاي معناها بحيث لا يسعر الكاس إن ضدك غن لمعني أيهين ضد يسوع صحيح سايو عن كلام مقنان كرين ضد يسوع صحيح سايو عن كلام مقنان كرين وعلى كل ما يقول يا لي من مرك وإن التوس يسوع الإنسان معلن سديك وهاد أحواش هذا سديه هاد ذاتك هذا الشقيين السديه هايين يعني لحين كره إسكور قبيت إسكور قبيت ده سوى حيد لسا مودة ورحمة جعلك إذا على لسا جعلك هو وحلا لكن
waxyaabo fara badan aan kasoo horeeyay marka wixii kasoo horeeyaa raba maanta inaan idinla wadaago insha allah dhowr qodob way badan yihiin oo lama soo koobi karo wacaradaas ilaa laba qofoodoo kala meel kusoo koray oon is aqoonin oo weligood xataa inay is arkin la yaabo ilaahay calaf iskugu daraayo meel iskugu imaanayo dabeecadda ay kala wataan waa kala gooni bay-aday kusoo kala koreen waa kala gooni ilan bay-adana saameynta ugu weyn ee shaqsiga bini aadamka ayay qeyb dhan ka leedahay haddaama dhihi karin ba yacni badankeed bay-ada way saameysaa qofka bini aadamka eedaa saameyso oo weliba ku yeelataa saameyn midda ka badan muxuu ahaa midda guriga lagu saameynayo waxaan leeyahay marka labadaas qofoodoo kala meel ka yimid waayo wuxuu ilaahay calaf intuu iskugu daray gurigii iskugu keenay oo la rabo inay ilmo owlaad saalix ah oo bulshadii kusoo daraan anfacdo muxuu aha diiniyan iyo maadiyan bulshadii lagu soo dhex daray ee mahadiso la mahadiyo ee aan laga muxuu aha dhigkooda laga sheegin la mahadiyo ee aan adduunka culays ku ahayn ee ah khulafaaul ardi ayaa loo baahanya labadaas qofoodo kala nooca kusoo koray inay muxuu aha ilmihii badbaadiyaan tusaale ahaan hadda ka hor tusaalaha idinku badin doonaa sababtoo ani tusaalahan aad jeclahay inaan wax ugu barto hadalladeyda waxaa ku badan aad yani uga bagan doontiin in badan tusaale ahaan tusaale ahaan tusaale ahaan waa caadi dabiicideeda waa yani inaan wax walba tusaale ku bixiyo inaan wax walba usoo qaato tusaalooyin ama khibrado ama wax aan la soo kulmin aan kusoo qaato waa waxa caddaynaya marka inaan waxaan fahmi kartiin waxaa kaloo hadalladeeda u badan sababtoo ah wax walba inaan sababaynayo sababto marka anaga meelaha cashirka aan aad u baranayna iyo qofkii wax soo barto dhan u fahmi karaa waay eray kasta waxaa horyaala markii su-aasha lagu warsado waay inaad sababaysid sababta arrinkan waa ka jawaabta ha ama mayaa ku jawaabta waay amay u tiri waay ahaa u tiri waa inaad sabayn kartaa tusaale ahaan walaalaha qaarkood hadda markay commentiyada soo qorayiin waa ka faa'iiday barnaamijkii aad soo dhigtay markay yidhaahiin macnaha an weli waxaan usii xiise qabaa maxaa ka faa'iiday ilan dhowr qodob uu ahaa qodobkee aad kuu saameeyey oo aad ka faa'iiday commentiyada naftirkood sida loo bixiyo iskuulaa loo galaa oo cashir ahaanaa loo bartaa marka waxaasoo dhan insha allah marar kalan ka hadli doonaa laakiin haddii hadalkayga xagga galo waxa waa inaan kusii socda ee noqonay marka isoo celiyo aan soo noqdoon toobika si toos aan galo waxaan ka aan waday oo qodobkayga u marayay laba qofoodoo kale meel kusoo kortay ayaan rabnaa inaan midayno oo ilmo wanaagsan oo na anfaco ay soo saaraan qoosaskii maalin kasta way dhismayeenoo way badan yihiino kuwii hore usoo dhismi keliya looma hayo kuwo kalaasoo dhismooyo gabdho kalo yaryara soo koraa wiilal kalo yarara u waxaa soo korooyo kala meelay kusoo koreen maxaa rabnaa marka iyago kala meel ku koray haddana inaan walaalayno oon ka dhigno arrintoodii iyo danahoodii iyo mustaqbalkoodii mid mutawaafiq ah oo isleh hadda ka hor marka tusaalahan wiil walaal ahaa ila wadaagay wiilkaas walaalka wuxuu yidhi laba wiil ayay hooyo cesha hal waxay geysataa muxuu aha dugsiyaa la geeyey oo dhigtaa oo dugsi qur-aan midka kalena waxaa la yidhi muxuu aha noosoo shaqeeyaa la yidhaha noosoo shaqee markii la yidhi kii dugsiga la geeyey taas waxay ku imaan doontaa hadhow aan uga hadli doonaa cadaalo samaynta ilmaha dhexdooday ku imaan doontaa laakiin laazim waa inaan idinla wadaago hadda waa tusaale aad yani soo jiidasho u leh qof kastoo waalid ahoo ilmo dhalayna inuu ka feejignaado loo baahan yahay midka dugsiga la geeyey maahan marka midkii rabay dugsiga inuu wax ka barto qur-aanka uu ka barto kii aan rabina la geeyey oo lagu qasbaa la yidhaha dhiga waryaa adaa yaray wax baro kii kaloo weynaayn waxaa la yidhaha or noosoo shaqeey oo aad shaqada marka saa muxuu ahay wuu dhuntaa oo dugsigii uu kii weynaa daaqadihii iyo muxuu ahaa iyo meelihii jingada albaabadeedii iyo dhagahaas meeshasuu joogsadaa kiiyo wax akrinaayo iyo codadkii ardaydii wax akrinaya uu ka dhagaystaa marka wuxuu marka soo xifdiyaa la yidhi uu soo qabtaa dee la kordhabey dee la hoos dhabey dee laaguday uu soo qabtaa markii howlihii uu soo dhamaystay guriga yimaado kii dugsiga dhiganaya qur-aankii kuma haasaawo markuu guriga yimaado kuma celceliyo kuma soo noqdo mana soo xasuusto ilan maba rabo mugta kii kale jamanaya rabo inuu wax barto waalidkii ay fahmi waayeen wuu soo baxaa muxuu ahay guriga yimaada howlihii loo diri markuu kasoo noqdo yuu guriga dhexdiisa wuxuu yidhahaa dee la kordhabey dee la hoos dhabey dee laaguday kadibaa waxaa dhacdo in waalidkii lagu qayliyo la yidhaha xaggee kasoo dhagaysataa dee la kordhabeydana akrinaysa ee kii yaraa uu yidhaaho markaad shaqada u dirtaanu dugsiga dhabta u dhigtaa soo istaagaa dhadhagaystaa markaasaa muxuu aha waxaa dhacday in waalidkii in markii dambe cunugii la canaananaya weynaa oo la garaacay la dhahay waryaa danadanaydaas iyo meeli istaagaas ma rabiye danta aan kuu diray shaqaan kuu diray iisoo shaqee dee la kordhabey dee loos dhabey ma rabee marka qofkiiyaa markuu weynaaday aa wuxuu dhahaa la yidhi waxna la sooma baranino markii hore xamaaliyaaba laygu xamaali jiri
كردة ويني أسكي شقي صلاة حتى شيخ شيخ إيو وحصل أسكي نقول عين والدي دي ما أنت قفع وح خمسة جرن وحينينا كي لقي ديل كردة ويني لازم بيجي لبرنا وبرن وين تاسي حكوي ما أنت إيش على برنامج ك إن أدل سمنت عروت إيو عنق وحرة بينا ككل جرنا المحكلة كي أت إن ربي دي سأ بدن تعين أنا وح ورا كدي رجلينه كم كلامه أنا سوجي دينه كم سيف وقدي جنون كوسافينه marka kii aan wax rabina aan ugu soo feeyna in ilmihi wax rabi taasna waxay ahayd barnaamij tusaale oo hadda kor wiil walaal oo ila wadaagay ee noona dhab ah arin dhacday in wax soo noqonayna marka maadaama ilmo wanaagsan oo loo cadaalad sameeyo u baahanna wiilki marka deel kor dhameeyda isku soo koray oo la bari waayay ee gabar wax soo baratay meel markii isku keeno dabeecadoodii aan rabnaa marka inaan mideeyno oo halka ka dhigno oo si ay isu fahmaan إلى قف كان وحالي يردن دنينا الإيميل يستاجن مرضنا قف وحالي رقلين كوضو دت كأي هاي سيد لو مدين لها إيه ونو قلنا عين دت هو أقول المهو ده هدو مستقبل ولا سير يوح نيفب سدان وحكي إني سمك إسكور قبيد كوة تلعب ذو كوة تلعب هذا لبعض يلا معناها مهم أو أه يلا جرب وحوي دجيسي هنا إيش دجيستان دجيسي مكان إذا عندك بدن عم حاسة منا من ما ليش دجيستو ما ليش فهم على صور مريها ما إسفهن أيالي را إسفهن ما إيمان كرو ما نطلن كرو أيه نوليس دقي سنين ولي بق أنا هو حاسك دقي سنة دقي هانسك دقي سنة دقي هانسك ما دقي سنة لقطة هانسك دقي سنة لقطة وحواي يعني المسك حدي يا قلبي يا نيتي يا دقي وحي أنا وضع الصعدة وهذا أنا ذي أجد أي كجرت يعني فير ما أي كجرت قف كلا فيرنا تسعى على هان بحي يوم كمش قرصنا يا معاش كلا يقولوا يا قف كلا حارب عنا دقي سنة صرت ده ما نقولش قف كمك عن ربينا دقي سنة وعنا قلن كيس كدقة sida hadda idinka idaawnaysiin hadii video weega ugu talagashiin in asafi aan uga faantiin waa waxa ay sidoo dhan ina iska dhigtay sida aniga baan muxuu ahay markaan wax daawanay aan u sameeyay sabto saameyn kuma yeelin kartid waxna kama fahmi kartid adoo hoolkal ku mashquulsan in aadana waxna dhageysatid waxba ku dhaafay hadhow kadib marka cadaysa marartu la adri ilaahay nuu nooshay wuxuu leeyahay ma jacala allah li rajulin min qalbayn qofka bini aadamke laba qalbi looma sameeyin laba qalbi ma laha فهلا بقى مك إنه صار أروري قلبك هل كي واحد مركز دي رد وصار عين وصفي عنه دقيس مركز دقيس جاس إنه اللي يسود دقيس سب واحد قام كي يوحي قم عادي خطب كي يوحي قو بحنا قناع إس دعاء يعني انتباه إن الإساسي انتباه معناه عن كذا في جنان إن الإسوس سوجي هذا في جنان الإساسي في جنان مرك اللي يرد درينك ودعاء مرك مركز وعورد عاد درينك إن قفك قفك كلا درينك يسوق وجاده وأن دالنا هاي وان فرح سنهاي وان رف سنهاي وان حناق سنهاي وحكستان هاي يعني درينك يجي لا فهم أنا درينك لا فهم أنا ده المرة كمان عن كحد لاي شخص قاس هو جوني أو أم هواي ذي أم عبيه وما وده وجمع قف والبيق وزيزا وح أنا أنت عن ربع وأنا قف كلو لما أنا هي عن سينك لكن معها أنا كلية هنا محوا هاي أنا هلا إنتاس أنا كلية هنا أنا هلا أه سوجدي وإن رضخلا سوجدي وإن محوها إن لقت حدرا سوجدي وإن لون حريستا سوجدي وإن لو أذيعا إنت أنا كرابع إن كلامي ته هذا كبت سنين بس أبتو أنا جنرال سامبا إنت سنسي ليرة وإن كبت سلامك والله إما هذا تاس وحوها في جنان ت دري ما إن لا شقية درين درين قفك كلد إنه لا شقية إن ماكي أنا أساس يسفة إنه في جنان تسي وحسن الله إيمانه كاسن dadka kalena aan fahmi karnaa dareemahooda koowaad hore asaaska guriga waa inaan isfahanno oo muxuu ahaay in dareenkeenii feejignaan xoogan aan siino feejignaantaas waxa kala soo galaya xataa tusaale ahaan zowjkaygii ka yimid muxuu ahaay banaanka lamaanihi aniga i qabaya banaanka ka yimid banaanka markuu ka yimaado haddii aan ahay ka war bulsho shirise ilaa way jiraan hooyooyi noocaas oo gurigeeda weeraan lix ama afar ama shan qofood ay fadhiyaan أيجي لفدي سب ما يمعتك هيا وياي ها إرا هو هوش يجي دك ألف دي أنك سي دور بلا إن هوش هذا كي الله سيود وسبحان الله وح كلا جرى وكسي بدم هو يوين جرو يقل كي أي سحنا ين زوج كود أولها أي قدم كلا أنت كو أبينا ين أما أكو هرجلا ين هو صار يختي رجع أولها قف كلا أنت معنا تزرن أي جفت هو إمانا أي أرجع منه برصدي مالها سفديست وحاجة يا با ماله كل سنة أي إن كل سنة ينحوها مركلا وان قلنا إنه الكو يلا يسدح عن هين تعصب كلا إنه حرام
sariirtaas oo adi hooyadii aa ku dhashay laga xarimay oo la yidhi waalidkaada xataa gurigaas qolkaas uma gudbi karo haddii intay naaga facaa intay kuu imaadaan ay kugula caweynayiin ay kugula hergelayiin hadda wax kuu qarsoonba ma jira ooyoy marka waa foolxumo sidoo kale raggii laftirkood xaaskoodii oo kala daadsanaa laga yaaba ama umul ku jirto ama muxuu ahaay ama xaamile e ama gurigeedii joogta ilaa qofka gurigiisa joogo uu nasana uu nasteecaysana haddii adoo soo sheegin aad ka dulkeenaysid hala rag ahoo dudaayo u socdo waa caadi maxay dhibtaa muxuu ahaa marka hore sii diyaar galoodid ood muxuu ahaa is-asturtid afoolxumo intibaah la-aanay keenaysa marka in dareenki dareenka kale loo feejigneen in wixii hadhow caadi ay noqdaan markaad zowjadaado iska gurigeedii joogta aad rag ka dulkeentid ama zowjkii oo maqan gurigiisii iyo sariirtiisii lagu caweynaayo ee gabadha ahooyadaas ay tarbiyeynaysana eeda nuucaasoo kalentay noqonaysaa aabihii nuucaas ina ilmo nuucaas soo wada marka waxaasoo dhan aan rabnaa inaan ka feejignaano hooyooyinka qolalkii ilaahay iyaga keliya uu qaaska uga dhigay intay dumarkeenaan ku caweynaayo mise joodarigii ama muxuu ahaa isbuyadii raggooda sariirta u saarneed qof markuu yimaa intay usoo dejiyaan nuucaasaan aragnay subxaana allah intay usoo dejiyaan geedaha hoostooda iyo barxadda usoo dhigaan qofkii kale meeshii uu ku seexanayo dhahaa inaan ku nastaan raba ee hadhow qofkaas markuu baxo joodarigii intii la qaado sariirtii lagu celinayo oo azoodka u seexan lahay waa sariirtii maanta dhan gabadha facaada ee ku hergelaysay oo adi xaafadaha kaaga soo wareegtay ee ku hergelaysay yaa caawana raggaadii uu ku seexana markay kaa tagtay muxuu ahay waxay rabta kaa sheegaysaa ma lagugu ammaanayo ma lagugu ammaanayo sababtoo ah lacnadaaga kusoo degtay oo wax xunoo ilaahay raalli ka aheen wuxuu ilaahay ka caroodana hee carada ibni aadankana horaa ka arkaysaa marka taasoo kalena waa foolxumo cayn badan arrinkaas ugu xanaaqsanaa oo isdhahay marun meel kastoon ka hadlayna waa uga hadlay meel kastoo walaalo aan ku shirno ee tobig la yidhi niciimoy kasoo diyaari qoyska waa uga hadlay arrinkaas oo walaalihii aan isla shiri jirna way ka warqabaan waa xun oo foolxumo ee waa in zowjkaada qolkii adiga aad qaaska u laheed in muxuu ahaa lagu caweeyo la hirgalo la fadhiisto ood ilmihiina tiraay naga baxa banaanka kusoo ciyaara ee hadhow markuu yimaado ee caruurtiisii banaanka ugu sheegaana yirahin qolkii dadaa ku jira aabe qolkii waa lagu juraa ama joharigiisiio banaanka geedka hoostiisa lagula hurdaayo ama xaafada horteeda iyo barandada meelahaas lagula hurdaayo muxuu ahaa uu yimaado ee uu sugo intuu qofkaas ka kacaayo wanacuudu billaah taasna feejignaan xoogan in laga sameeyo waxaan u aragnaa jaceel maalis jeclaada waxyaabo la kabyo fara badan aa ka soo horreeya jaceelka wuu dheeraan doonaa laakiin waxaan sameynaa qaybtiisa kale baartitu way isku bedeli doontaa insha allah intibaahu ahaa kaas qaybta afaraad qaybta afaraad waxaa soo gelayso dastuur inuu leeyahay guriga in dastuur uu leeyahay jaceeli waxaasoo dhan intaan lagu ordin waa wax idinkala hago maxaa dastuurka loo samaystaa maxaa sharciyada loogu kala yiraa gurigaan dastuur laheen qoyskaas burbura u dambeeya waa inuu qoyska lahaadaa wax ay ku kala dambeeyaan wax ay isla saxiixdeen tusaale ahaan maba idinku dheereenayo telefoonka oo kale haddii maanta dhan telefoon aad ku jirtid mise uu telefoon ku jiro xiriirkii idinka dhexdiina ka yaali goormuu muxuu ahaa imaana ma imaanayo xiriir dhexdiina ma imaanayo waa dad kala mashquulsan aan connection laheen oon xiriir laheen oon iska warqabin aad noqonaysiin ama aad tihiin marka taas jaceelna ma dhalinayso mana imaanayso kalsooni iyo iska warqabid waxaa marka dhalanayso gurigii dastuur la-aan inuu yaho qof walba xilligu rabo soo galaa xilligu rabo baxaayo xilligu rabo telefoon qabanaa waqtiis la garta saddex saaxibeyna wixii ka dambeeya telefoonada aan iska xirno annagaa isu baahan annagaa wada sheekaysanayn annagaa wada fadhinayn caruurteenna noo baahan haddii caruur jooginna idinkaaba caruur isu ahee ciyaara oo wada dheela ha idinkaa caruur isu ahee ciyaara sababtoo waxaa u ciyaaraysiin sababtii hadhow ciyaarka aa u ciyaarsiisan laheedeen dumarkaba waa caruur lasoo xaraystay raggaba waa caruur kabtooda weynaato horaan u sheegay hala dheedheela hala ciyaaro haddii la ciyaari waayo macnaha oo telefon lagu mashquulo jaceel ma imaan kara meeshaas xiriirkana foolxuma ku dambeynaa marka waxaan ka wadi dastuurka la samaysanayo muhiimadda uu leeyahay xilligaasaa wax cunaynaa waa xal xilliyaan laiskugu imaada wa caruurta la dhigi karaa xilligaas waan casheynaynaa xilligaas waan qadaynayna ee aanay noqonin qof walba guri markuu soo galo jikada ka doono soo waxay guri aan kala daadsano waxaaso dhan hooyada ayadaa la rabaa inay mas-uuliyaddaasi waxaas dhan ay ka taxadirto samaysato dastuur xilligaana casheynaynaa qofkii kasoo dib maro asaa u taala hal mar laiskugu yimaado la wada casheeyo hal mar intaas laisla soo fadhiisanayo la casheynayo intaa in la eg intaa in la eg
xiriirkii qoyska uu ku kobca intee in le-eg oo muxuu ahaa loo baahan yahay inay dadkii isfahmaan intee in le-eg ilmaha laftirkooda isku mid maahe hooyadii markay xag fadhiso aabihii inta fadhiyo ilmihii dhinacaan fadhiyaan indhaha lagu sii heena cunugaan kii akhlaaq daran kii dadka dulmi doono kii muxuu ahaa ilmaha dhexdooda dulmi doono kii rabay inuu muxuu ahaa keligiis noolo noqdo ilaa ilmuhu waxaa jira ay kaligood isjecel oo hadhow saas markay ku koraan ilmaha kale gumaysto oo dhulka la galo oo muxuu ahaa si keligiis u maleeya in la dhalay waxaasoo dhan waxaa lagu ogaadaa xilliga ijtimaaca ahoo la fadhiisto marka dastuur markuu jiro waxyaaba fara badana uu fududeynaa marka hal qodob aan ku darsanaa marka oo qodobka shanaad ilaa way badan yihiin qodobadi dib aan u dhigan doonaa qodobka shanaad muxuu ahaa wuxuu noqonaa waqti isla qaadasho waqti isla qaadasho markaan leeyahay xilliga cuntada la cunaayo maaha xilliga muxuu ahaa salaada la tukanayo maaha xilliga howlihii guriga caadiga lagu jiro maaha waa waqti gooni ah labadii la maana inay helayeen ay iska soo horjeestaan ay iswareystaan ay iyagoon ilmana ka hadlaynin guriga maxaa naga go-iyo maxaa la soo gadaa lacag meeqaan haysana ay waxaasoo dhan aan laga hadlaynin ee waayo waayo qof walba meeshuu kusoo jabay jabkiis ahaa iyo meeshuu kusoo faa'iday iyo meeshuu ku garguuran jiray iyo wuxuu ku ciyaari jiray wuxuu jeclaan jiray la ogaadaa taasaa waxay dhalisaa marka inaad isbaratiin oo qof walbaba tusaale ahaan backgroundigiisii hore kuma garanayo markii aan isguursanayno israbnay ee aan shukaansanayno dhinacaada fiicanaa i tusta aniga dhinacayga fiicana tusa laakiin markii aan waqti qaadano wada fadhiisano waxaan baranaa waxaad ka xanaaqdid waxaad ku faraxdid ee qof walbana si dhab ah oo wadnaha kasoo go-day uu u sheekeeyo yidhaaha markaan yaraay nuucaasaan ahaan jir markaan yaraay saanan ahaan jir markaan muxuu ahaa liiga caraysiiyo arrinta arrintaan saanan ku jibin jiray dilaan ku jibin jiray ama waxaan ku xeyn jiray waan iska aamusi jiray ama waa dili jiray ama waa la aamusin jiray waxii oo dhan waa inaan sheegtaa leanna maskaxda waa inay kolgaraysay qofkii muxuu ahaa markuu yaraayo kale dhibaatooyin iyo rafaad iyo waxaas dhan lasoo mirsiin qofka kale inuu ogaado waa muhiim waxyaaba badanuu kaaga tanaasula uu isleeyahay qofkan maxaaga yaa backgroundigiisii hore inuu dhibaatadaani waxaan u badnaa siduu markii aad negative keentid positive kugu bedel lah ood negative markaad keentid positive kugu bedel lah si arrinkii uu noqdo asiga laftirkiisa uu dareemo qofka markaas ama iyada laftirkeeda ay u dareento meesha dhibka uu ka socdo taasaa marka dhalanayso idinka waqti isla qaada meeshii markii hooshii hooyada ay soo bogtay jikadii kasoo baxdaba taleefonkaay qabsanayso ha joojis gurigaada kuu baahan meeshuu aabihii markuu muxuu ahaa howlihiisii danihiisi oo dhammaysto muxuu ahaa ama wareeguu aada ama taleefonka uu qabsanayo waqti qabsada kalandarka kusii qoran kartiin maxaa dhihi kartiin maan heblaayan waa inaan kulanno isla badaltiinna maxaa ku ballamaysiin waa marka waxaa ku ballamaysiin xilliga aad muxuu ahaa kulmi laheedeen waa inaa qof walba uu sii ogyahay maalinta arbacada maalinta khamiista saacadda markay halkaas tahay shaqo maa leedahay may adigana shaqo maa leedahay may xilligaas anaa u baahan waa inuu qofkii qofka kale uu keeni karaa maahan in laisku fiirfiirsadoo la yidhaha eedama idhaahd asimo idhaa eedama idhaahd labadiin qof inuu keeno wa ila qoo saartiin inaad badbaadsatiin ilmo wanaagsan inaad soo saartiin waa inaad tidhaahiin marka xilligaas maa shanta galabnimo anaa u baahan waa wada fadhiisanaysiin waa wada sheekaysanaysiin wanaag iyo waxaa ka dhalanayo inaad iska warqabtiin marka cajaladu way sii dheeraatay waxaa ii sii socdo aad uu toobiga muhiim u yahay part 2 uu yeelan doonaa iyo talaada dambo idinkuma dheereyna waxaa idin leeyahay walaalahaygii soo dhawaada subscribe-kii iyo like-ki iyo share-ki iyo commenting wixii o dhan idinkaan idin xilsaaray sababtoo ah xilkas wax looma sheegaa la yidhi walaalahayga markasta ay garab taagan tihiin aa isaboot garaysiin sii sheer garaysiin muxuu ahaa videoyadeeda dad badanoon aan garanayninaa ila soo xiriiri madaxiinaa muxuu ahaa liigu bartay waxaan leeyahay walaalihii aan isbaranayna barasho wanaagsan aad iyo aada ugu qanacsanoo ugu faraxsanahay walaalihii intaas ka shaqeeyayna wanaag iyo sharafa idiin rajeyna insha allah ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.